أخبار اليوم. النجمه المتالقه لبنى عبد العزيز، اهلا بيكي. واحنا مبسوطين ان شايفينك النهارده في الانتخابات، وتقولي لنا النهارده شايفه الانتخابات المرحله الثانيه البرلمانيه شكلها ازاي؟ الحقيقه المهم ان احنا ننزل الانتخابات. يعني انا شايفه في ناس كتير، وشايفه في ناس متحمسين، وشايفه ان معظمهم سيدات، ودي حاجه بتسعدني جدا جدا، لان اخيرا صوتنا اتسمع. اما بالنسبه للبرلمان، يعني ده حقنا ما نفرطش فيه، حقنا ان احنا نختار الشخص اللي احنا هنحس ان هو هيمثلنا وهيقدر يعمل لنا اللي احنا طالبينه، وهيقدر ينهض بمصر في الطريق السليم، وهيقدر يفهم سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتماشى معاه، وده اللي بنتمناه. لان احنا يعني محظوظين جدا جدا ان جالنا رئيس زي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان صفاته كتيره جدا، وانا بسافر كتير بره وباجي، وشايفه الفرق بين نظره مصر لنظره الخارج لمصر قد ايه اتغيرت بعد ما عبد الفتاح السيسي ظهر على الساحه. بيحترموه جدا، بيعملوا حسابه، وهو صفته الهادية الوعية الرزينة لمست الذهن العالمي، وقدروا فعلا ان هم يقيموه، يعرفوا ان ده ما كانش انقلاب عسكري ولا كان كلام الفارغ اللي كانوا بيقولوا علينا ده. وانا بكتب في الاهرام ويكلي مقالة كل اسبوع، وكنت دايما بحاول اشرح من هو عبد الفتاح السيسي، وإزاي الشعب هو اللي شاله واختاره وحطه فوق في المكان الرئاسة. وحصل إن شتموني كتير في الجرائد الأجنبية، ومن ضمنهم أكبر جرائد واشنطن بوست ونيويورك تايمز وغيرهم، علشان بقول الكلام ده، لأن كانوا كلهم ضد الحركة نفسها ومسمينها انقلاب عسكري وكلام فارغ من ده. إحنا النهاردة بنثبت إن إحنا مش بس يعني إحنا اللي انتخبنا عبد الفتاح السيسي، احنا بننتخب البرلمان اللي هيأيد وهيقف وهيمشي مشاريع عبد الفتاح السيسي لغايه ما مصر تعود لمكانتها الاصيله الكبيره، وتبقى من اكبر الدول اللي في العالم ان شاء الله. استاذه لبنى، ليه في احجام شويه من الشباب النجوم مش مشاركين في الفتره دي بتاعت الانتخابات؟ يعني ما فيش شايفين شباب من النجوم كتير. انا مش واخده بالي الحقيقه من الموضوع ده، انا ماليش دعوه بحد. انا دعوه بنفسي وبتفكيري وبارائي وبقراءاتي وبتحليلاتي. يعني إذا ما كانش في اشتراك فتبقى حاجة مؤسفة ومحزنة بالنسبة لي، لأن إحنا بنعتمد على الشباب، هو ده اللي هيعمل مصر القادمة. فلكن كفاية السيدات، كنت كيف اقول يعني السيدات وكبار السن، احنا اللي هنعملها. احنا هنا. احنا بنشكرك يا استاذه لبنى، وقد ايه انت منوره الدنيا. اشكرك يا حبيبتي، الف شكر.